اليوم السابع للحملة الهمجية على الغوطة، قصف بمعنى القصف، الطيران ما عم يهدى، دم بالطريق، أشلاء بالطريق، ما في مين عم يقيمها من تحت الأنقاض، الفرق الدفاع انهارت كلياتها، يعني كتير كتير الوضع مأساوي، العالم بالأقبية خايفة، الأطفال ما عندها لا أكل لا شرب، لا بالمرة حملة مو طبيعية على الغوطة الشرقية. نحن حضرنا من أول الثورة قصف وقتل وتدمير، بس مثل هالحملة ما مرق على سوريا بالمرة. والله يا اخي انا صلي هلا سبعة ايام ما شفت مرتي واولادي بالاقبي قاعدين، وحالي تعبانه، القصف شغال، الطياره ما بنحسن نتحرك ولا حركه، يعني عم نروح من هون لهون عم نتراكد ركض، اذا بدنا نروح نجيب رغيف خبز ما بنحسن نجيب، والاولاد صار الجمعه ما بعرف عنه شيء، ولا اكل ولا شرب ولا شيء، ونحن بالبيت ما عندنا شيء بنوب، حالي تعبانه والقصف شغال، يعني الحاله بالمأساة كثير شديده، الحاله ما عم نحسن نتحرك، يعني من مترين ما عم نحسن نتحرك، قاعدين بالاقبيه اولادي وانا صلي جمعه قاعد عم اركض من قرن لقرن مشان نشتغل مشان ما عم نحسن نساوي شيء. إذا لليوم السابع على التوالي تستمر العمليات العسكرية من قبل الاحتلال الروسي وقوات النظام على مدن وبلدات الغوطة الشرقية. طبعا حصيلة القتلى إلى حد هذه اللحظة وصلت إلى 25 قتيل، كان معظمهم في مدينة دوما وأيضا في مدينة عربين، والحصيلة أيضا مرجحة للازدياد نتيجة وجود عدد كبير من الجرحى، حيث تحدث الدفاع المدني عن وجود ما يزيد عن 95 جريح فقط في هذا اليوم. طبعا حصيلة القتلى خلال السبعة أيام الماضية وصلت إلى ما يزيد عن 600 قتيل، وأيضا العدد مرجح للازدياد نتيجة وجود عدد كبير من الجرحى. يمان السيد، أورينت نيوز، ريف دمشق.